اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله هنعمل سلطه بطاطا بالفلفل الاحمر، وهنعمل كمان شعريه بالبندق واللبن بطعم جديد خالص. واخر وصفه معانا النهارده دبابيس بالجزر والبيبي بوتيتو. تعالوا مع بعض نشوف وصفاتنا بس بعد الفاصل. اول وصفه معانا النهارده دبابيس الفراخ بالصويا صوص، بس بطريقه جديده. احنا عملناها قبل كده بكذا طريقه، دي المكونات بتاعتها مختلفه شويه. هتبقى عباره عن كرفس مفروم وكاري وكركم وبهارات فراخ، بصل مبشور وجنزبيل فريش برده مبشور، صلصه طماطم، مكعبات جزر، صويا صوص، وكمان هنحط معاهم البيبي بوتيتو. طيب اول حاجه هعملها ان انا هتبلها كده. هحط الاول، معلش ده دبس رمان مش صويا صوص، انا ما خدتش بالي، دبس رمان. طيب هنحطها كده، وهنحط معاها شويه كده صغنانين من الكاري، وشويه صغنانين من الكركم، وكمان بهارات الفراخ دي بتدي طعم حلو قوي للدبابيس. هنقلبها كده، ومعاها صلصه الطماطم، هقلب وهنحط كده حبه من الجنزبيل. خلاص طيب هجيب بقى هنا الزيت كده، وهتبله بالفلفل الاسود. وهحط معاه الجنزبيل، وهقوم جايبه بقى دبابيس الفراخ دي. نحط كده هتأكد انها ايه كلها كده اتبلت بدبس الرمان. الريحة بقى طالعة بالتتبيلة كده حلوة قوي. ولو حطينا بقى التتبيلة دي شوية كده لمدة 24 ساعة وممكن كمان 48 ساعة، هتلاقوا نتيجة حلوة قوي للفراخ. تبلها كده كويس كده، واخر واحدة اهي بس. بس هسيبها كده، دول كده هسيبهم عشان ايه هنكمل بيهم. نحط كده الكاري مع الكركم مع بهارات الفراخ، هنعمل بقى دلوقتي الشعرية بالبندق واللبن. عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوباية كريمة معاها كوباية سكر بودرة معاها كوباية لبن، تمام، ودي كوباية شعرية، بس احنا المرة دي جايبين الشعرية كبيرة شوية. كوباية بندق مجروش، نشا، فانيلا. خلاص هنجيب بقى كده بولة، هحط فيها اللبن مع معلقة من النشا مع السكر كده. هي هتبقى عبارة يعني عارفين البودينج، هتبقى كده عاملة زي البودينج، او بمعنى بنفس السمك بتاع الكاستر. خلاص
لا نخلي الكريمه كده شويه، ممكن نحط الفانيلا دلوقتي ونقلب، خلي الكريمه شويه. طيب نبتدي بقى نحط هنا الشعريه، هنحط شعريه هنحمرها بالزبده، هتاخد 4 مكعبات زبده كبار. خلاص هسيبها بقى كده ايه تسيح شويه. وبص كده على الفراخ، يعني لسه هحاول اقلبها كده الناحيه التانيه. هقلب دول كده الشعرية بالبندق واللبن، دي طبعا اكلة شتوية وتقيلة شوية بس طعمها حلو قوي وبتدفي في الشتاء، وعايزة اقول لكم لطيفة جدا هتعجب كمان الاطفال قوي. اول ما احس انها كلها وطبعا نشوحها بالزبدة، بلاش الزيت خالص في الوصفة دي عشان تطلع حلوة. طيب ايه رأيكم بقى نطلع فاصل، تكون الشعرية اتحمرت كويس وكمان الدبابيس، نرجع بقى نطبق الوصفة دي والوصفة دي ونعمل كمان سلطة البطاطا. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل، دلوقتي هنبتدي نشوف وصفة سلطة البطاطا عبارة عن ايه. عبارة عن بطاطا مشوية في الفرن ومتقشرة ومهروسة زي ما انتم شايفين كده، زبادي، بصل متقطع صغنن قوي، شبت، وكزبرة مفرومة، ونعناع، وفلفل احمر مشوي. طيب هنعمل ايه بقى هنا؟ هنجيب كده بولة كبيرة هنحط فيها ليمون، وهنحط فيها الزبادي، نحط الزبادي كده بالمية بتاعته عشان دي اصلا فيها كل الفوائد، وهقلبها كده كويس قوي. وبعدين هحط معلقة من زيت الزيتون، وما ننساش الشعرية دي عشان بس ايه ما تتحرقش مننا. هبتدي بقى، شايفين اللبن ده، هبتدي كده احطه مع الشعرية. بس وهسيبه كده لحد ما يتقل. هنا بقى هنحط بقى ملح وفلفل اسود، احنا حطينا الزبادي وعصير الليمون وحطينا كمان زيت زيتون، هنحط بقى ملح كده فلفل اسود ونقلب. احط الشبت، هحط الكزبرة الخضراء، هحط البصل، وبص كده على الشعرية شايفين ابتدت تتقل ازاي؟
حتى لونها شايفين اتغير. هبتدي بقى احط لها الكريمة. بس واسيبها بقى لحد ما تتقل اكتر من كده وتغلي شويه كمان. هجيب النعناع، نعناع فريش، واحط معلقه صغننه قوي. الفلفل بقى هحط كده الصوص بتاعه، بس هجيبه هو كده وابتدي اقطعه صغنن قوي. ولو مش عايزينه يبان ممكن كمان نضربه في الكبة بحيث ان هو يبقى زي كده المعجون. ابتدي بقى احط البندق اخر حاجة في الوصفة دي. بس وهسيبها دقيقتين كمان على النار واقفل عليها. هجيب كده البطاطا وابتدي كده اهرسها على قد ما اقدر. بس بحطها كده هنا. احطها كده في الطبق. عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا. هحط كده بس فوق الوش ليمون. مع زيت. بس وكده خلصنا وصفة سلطة البطاطا. تعالوا مع بعض بقى نغرف البودنج بتاعنا النهاردة. بس اغسل ايدي كده الاول. ابتدي بقى احط البودنج بتاعي اهو وبحطه في التلاجة، او ممكن استناه كده لا ساعة كده لحد ما يبرد، بما اننا في الشتاء يعني مش لازم نحطه في التلاجة، بيبقى اطعم وهو بارد على فكرة.
بص بقى الحله هنا احنا حاطين فيها ايه في الفاصل. انا جبت حله وحطيت فيها زبده وحطيت البيبي بوتيتو اهي زي ما انتم شايفينها. هبتدي بقى احط فيها الجزر والكرفس وكمان البصل ومعلقة من الجنزبيل وملح وفلفل وهقلب كده اهو. نقعد كده نقلب البطاطس لحد ما تدينا اللون ده شايفين، ونقوم حاطين عليها شوية من البهارات مع الكاري والكركم ومعاها نحط كده كمان دبابيس الفراخ. ونقلبها كده، واول ما تغلي نبتدي نغرف. انا هنا جايبه رز ومجهزاه، هبتدي كده انزله نغرفها كده. شايفين الطبق شكله حلو جدا اصلا، والصوص كمان هيعجبكم قوي. نبتدي بقى كده نرش عليه كزبرة وكده يبقى خلصنا الوصفة الثالثة معانا النهاردة. كده عملنا النهاردة ثلاث وصفات. عملنا ايه؟ عملنا بودنج الشعرية اللي بالبندق مع الكريمة واللبن والفانيلا، وعملنا كمان سلطة البطاطا بالزبادي، واخر وصفة عملناها النهاردة الدبابيس بدبس الرمان مع البيبي بوتيتو والجزر. يا رب تكون الوصفات كلها عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقة. باي باي.